يواصل مسرح المحكة استقبال جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في دورته 29. ووسط إجراءات احترازية لحماية المشاركين والزائرين من فيروس كورونا، يقام 31 حفلا على مدار 16 يوما متواصلا منذ 15 من أغسطس الجاري بساعة استيعابية تقدر ب4000 مشاهد يوميا. في ملحمة فنية تعلو أنغامها ليل القاهرة من 15 حتى 30 من أغسطس الجاري، مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي يقام سنويا منذ عام 1990، غير أن الدورة 29 تعد دورة استثنائية نظرا لإقامتها بإجراءات احترازية بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة كورونا. المهرجان جميل جدا، وبالنسبة للولاد طبعا ترفيه، ومبسوطين جدا، ونسبة التنظيم في المهرجان عالية من اول بوابات بره لحد ما وصلنا هنا. اكتر حاجه بتلفت نظر في المهرجان عموما الدمج بين الفن القديم المتمثل في القلعه والمكان والتراث اللي احنا بنيجي نتفرج عليه، والفن الحديث ان احنا بنيجي نستمتع بالاجواء الترابيه اللي بتحصل ده. بصراحه التنظيم رائع جدا من اول البوابه تحت عند صلاح سالم لحد ما طلعنا، تنظيم جميل، الباصات مرتبه جدا، نظام الحفله والقعدات حلو جدا. ففي الليله السابعه احيا المطرب وائل الفشني والمغنيه السوريه لينا شماميان فعاليه المهرجان بعدد من الاعمال التي لاقت اقبالا من الجمهور المصري والعربي. والله كنت متفاجئ جدا جدا، وعامه احنا كمصريين فنانين جدا، اديكي شايف انا كنت بقول لهم الكلام ده، يعني كل الناس بتغني معايا مظبوط جدا، كل الناس بتسقف معايا في التيمبو، فهو ده جمهور مصر الحقيقي، يعني هو ده، هي دي مصر الحقيقيه، ده موجودين كلهم. يعني اول مره رح اكون موجوده معكم بالمهرجان، وكثير سعيده اني اكون ضمن الاسماء الكثير كبيره اللي عم تحيي حفلات ضمن المهرجان. ويتاح للجمهور حجز التذاكر وهي بأسعار رمزية من خلال 6 منافذ داخل القلعة، فيما تبلغ السعة الاستيعابية للحضور 4000 مشاهد. بين عبق التاريخ وروعة التراث وإبداعات الفن تكتمل الصورة الحضارية لمصر من خلال الحضور الجماهيري والتنوع الموسيقي والغنائي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي بات من أبرز المهرجانات على الساحة الثقافية. سالي سالم، التلفزيون المصري.